up? Frankfurters! You guys are killing me. You guys hear that? كيف حالكم شباب؟ معكم يوسف رزق، واليوم حتكلم لكم عن بعض العناوين الكبيرة اللي موجودة في شهر يونيو لأعضاء البلاي ستيشن بلس. بس قبل ما أبدأ أبغاكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. أولا عندنا Call of Duty World War 2. معروف عن Call of Duty في السنوات الأخيرة في الغالب أنها تعمل ألعابها بين العصر الحديث والحرب المستقبلية، لكنهم قرروا في الجزء ده أنهم يرجعوا جذورهم مع إصدار World War 2. إما أنك تلعب من خلال الحرب الأكثر دموية في العالم في طور القصة، وحتكون القصة من وجهة نظر فرقة أمريكية ورحلتهم عبر أوروبا اللي تحكمها ألمانيا. هتاخدك القصة من شواطئ نورماندي في فرنسا إلى برلين في قلب ألمانيا، أو أنك تغوص في طور الأونلاين المعروفة بـ Call of Duty الكلاسيكي والسريع، وحتتقدم في الرتب عشان تظهر مهاراتك وقاتل في خرائط من طور القصة أو حتى في مواقع أيقونية من الحرب باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة واستخدمت في الحرب. وإذا حابب تجرب شيء غير عن الأطوار هذه، عندك طور Call of Duty Nazi Zombies المميز واللي رجع بكامل قوته. حارب أعداد كبيرة من الزومبيز قد ما تقدر، وزود نفسك بأي سلاح تقدر تلاقيه، أو حتى بإمكانك بس تروح تستكشف الأسرار حول أصول الفيروس هذا في قصة زومبي جديدة كليا. وثانيا عندنا Star Wars Battlefront 2. Battlefront 2 قطعت شوط طويل جدا من لما أصدرت. اللعبة تغيرت وجددت نفسها من أول يوم أصدرت فيه إلى يومنا هذا من التحديثات الجديدة، سواء كانت تحديث صغير أو كبير، والحلو برضو إنهم كلهم بالمجان. فالآن حيتقدم لنا تجربة Star Wars الكاملة. حارب في أي جانب تبغاه من خلال اختيارك أي جانب من الأفلام التسعة وعبر كواكب السلسلة، إما كجندي عادي أو أنك تتحكم بواحد من عشرات الشخصيات المعروفة من السلسلة من الجانب اللايت سايد أو الدارك سايد، وتشكيل ساحة المعركة حتكون على حسب رغبتك. طور الأونلاين يقدر يلعب فيه لحتى 64 لاعب، والطور هذا أصلا هو أساس اللعبة، ولكن تقدر برضو تلعب لعب تعاوني مع ناس ضد الكمبيوتر، أو حتى أنك تلعب بشخصية آيدن فيرسيو في طور القصة. Inferno Squad. Commander Versio. He must be important. Look at me. كل هذه الأشياء اللي قلتها قابلة للتعديل والتغيير من الأبطال نفسهم لحتى المركبات اللي يسوقوها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. كان معاكم يوسف رزق، مع السلامة.